اليوم المنافسة كاينة ما بين ما بيني وبين السي حمزة بن عبد الله، غير بغينا احنا انا اللي كنقول على انه التحالف يجلس ويعطينا مرشح ديال التحالف، اللي غيكون مرشح ديال التحالف يعني اني يعني كنقصد انه مرشح يكون من التحالف، ماشي مرشح لانه جاي من كان لا منتمي ويجي للتجمع الوطني الاحرار ويتزكى، فهذا مساله زعما ماشي تحالف. لان احنا بغينا اللي يكون رئيس الغرفه ما يكونش رئيس غرفه، وكذلك نائب رئيس في واحد في واحد الاتحاد ديال المقاولات وواحد العدد ديال الهيئات. بغينا يعطي بغينا الغرفه تكون في يد امينه وفي يد اللي باغيه تشتغل. ومن بعد ما تم انتخاب ديال المكتب الغرفه في 2021 كنت تقدمت بطعن في بعض الطعونات اللي هي كانت ثلاثه ديال الطعون في ثلاثه ديال اللوائح الانتخابيه، وتم الحكم ابتدائيا بالغاء هذه المقاعد، ومن بعد تم تأييد الحكم الاستئنافي. وفيما يخص الملف ديال رئيس الغرفه كنا مشينا للنقد وترفض له النقد. فيما يخص الملف ديال العضو يوسف مراد تم تبليغه بالاستئناف بالحكم الاستئنافي، وما دارش النقد وتم التنفيذ فيه، ومازال الحكم رائج اللي هو ديال جوج ديال الاعضاء في مكناس اللي رائج دابا الان في النقد، محكومين بابطال ديال اللائحه والان في النقد واش تأيد ولا ترفض، كنتسناو القرار ديال النقد. هذه من جهه. من بعد ما تم التبليغ ديال السيد الوالي نهار 6 في الشهر، بعد ما جميع الاجراءات سوفيتها اللي هي كانت التبليغ وفتح ملف ديال التنفيذ وهذا، بلغت السيد الوالي. السيد الوالي في الاجل القانوني طبقا الفصل 52 اللي كيعطي على انه بمجرد ما كتبلغوا يحلوا مكتب الغرفه، ومن بعد ما كيفقد للرئيس العضويه ديالو فكيتعتبر مكتب الغرفه محلول، وجه الاستدعاء ليوم 22 باش يتم تشكيل المكتب. كانت مشاورات داخل الحزب الاصاله والمعاصره على اساس باش نشكلوا واش نقدموا المرشحين، فكان تقديم ديال ثلاثه الاخوه اللي قدموا الترشيح ديالهم للرئاسه. بالفعل كان اليوم حنا كننتظروا التحالف شنو غيدير. طبيعه الحال حنا ملتزمين لقرارات الحزب، حزب الاصاله والمعاصره، كنتسناو الملف. كاين مترشح من حزب التجمع الوطني الاحرار اللي هو حمزه بن عبد الله. انا لا زلت مصر ومتمسك بالترشيح ديالي للرئاسه ديال الغرفه. تقدمت بطلب للسيد الامين العام من اجل التزكيه. تقنع على انه كاين تحالف غيجلس وغادي نحاولوا. احنا مازال لحد الساعه كننتظروا. الحمد لله احنا عندنا رغبه اكيده باش نترشحوا باش نزيد نترشح لرئاسه الغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات. عندي برنامج باغي نشتغل به. بغيت التمثيليه ديال الاقاليم 9 في المكتب ديال الغرفه. بغينا نحركوا العجاله الاقتصاديه والاستثمار. المرحوم من 1997 هو عضو الغرفة، تقلدت لواحد العديد المهام داخل الغرفة. صراحة أنا كرتاح في المعارضة شوية، لأن المعارضة كتعطي شوية ديال الحماس والشغل، ولكن فاش كنكونوا داخل التسيير ضروري كنفتحوا على العمل، وعندنا برنامج طموح باش نشتغلوا. بغينا على أنه اللي غيزيد لرئاسة الغرفة يكون قاد بها بمعنى الكلمة، على أنه عنده برنامج عمل. ما بغيناش يجي والغرفة تكون مطية لشي مسائل اللي احنا فغينا عليها، لأن احنا بغينا اللي يكون رئيس الغرفة ما يكونش رئيس غرفة، وكذلك نائب رئيس في واحد الاتحاد ديال المقاولات وواحد العدد ديال الهيئات،
بغينا يعطي اليد، بغينا الغرفه تكون في يد امينه وفي يد اللي باغيه تشتغل. هذا هو الطموح ديالنا وهذا البرنامج ديالنا. انا تقدمت للحزب باش ناخذ التزكيه لرئاسه الغرفه، عندي طموح، عندي برنامج. الى الحزب ارتاى وشاف على انه يساندني ويدعمني مرحبا. بالفعل عندي السند والدعم من واحد العدد ديال الاخوان سواء داخل الحزب او خارج الحزب من مختلف الشرائح اللي كيتصلوا بيا وكياكدوا معايا على اساس انني نتقدم ونزيد الانتخابات ديال رئاسه الغرفه ومدعميني. اشوف انا دائما لما كنكون في التسيير كنعطي جهدي ووقتي، كنعطيه لذاك هذا. وانا ابن مقاطعه جنان الورد واعتز، دائما اعتز انني ولد منطقه جنان الورد. وراني قلتها في خلال واحد العدد تصريح على انه ولد دوار الريفه وغنبقى ولد دوار الريفه الى اخر رمق، لانك اعتز بها. اليوم المنافسه كاينه ما بيني وبين السي حمزه بن عبد الله. غير بغينا حنا، انا اللي كنقول على انه التحالف يجلس ويعطينا مرشح ديال التحالف، اللي غيكون مرشح ديال التحالف، يعني اني كنقصد انه مرشح يكون من التحالف، ماشي مرشح لانه جاي من كان لا منتمي ويجي للتجمع الوطني الاحرار ويتزكى. فهذا مساله زعما ماشي تحالف. وحتى التحالف ديال الغرفه السابق راه ما كانش، راه كان عباره عن كوكتيل، راه ما جا قبل الرئاسه ولا الغرف والمكاتب ديالها جات قبل من شكايطولو من التحالف الثلاثي. اليوم حنا مازالين متمسكين بالتحالف الثلاثي على مستوى القياده الوطنيه او على مستوى القياده المحليه او على مستوى القياده الجهويه. يعني حنا متمسكين بهذه المساله ديال التحالف، ولكن خص يكون مرشح قوي، مرشح اللي غيجيب التوافق، اللي غيكون مرشح اللي غيعطي لواحد النفس قوي لهذه المؤسسه. هذا هو الهدف الاساسي من هذا الشيء. هذا فالا فرا حنا انا لانه خرجت بعض الاشاعات على انه جواد المرحوم هذا. انا بالعكس، انا اكيد انني ترشحت في الغرفه لا منتمي، ومن بعد في الجماعه تقدمت بحزب التجمع الاصاله والمعاصره. انا مازال متمسك بالقرار ديال الحزب، والى القرار ديال الحزب كان عنده قرار اخر غانا حنا داك الساعات غيرجع للاخوان اللي هما اعضاء معايا والاخوان اللي كيتحالفوا معايا والاخوان اللي مسانديني ومدعميني باش نكون رئيس الغرفه.